السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد مع الشيخ يونس المغربي. اليوم جايب لكم وصفة جلب الحبيب أحمر الشفاه بالخدام الحمر، خدام يوم الثلاثاء. يعني سبحان الله، وصفة معجزة، وتجعل الحبيب يتصل ويأتي ويعتذر ولو كان بينكم فرق سنين وأعوام. سبحان الله، وصفة تعطي نتيجة بمدة قصيرة، كل من جربتها لاحظت الفرق والنتيجة مدة قصيرة. بالنسبة لهذه الوصفة، فأحسن الأيام للقيام بهذه الوصفة هو يوم الأربعاء. يوم الأربعاء بعد صلاة الظهر، يعني في طيلة المساء بالكامل، يعني نصف اليوم بالكامل من الظهر إلى الفجر، يعني تقوم بها بين الظهر والفجر يوم الأربعاء. يعني سبحان الله، وصفة معجزة، وتعطي مفعولها ونتيجتها في مدة قصيرة. يعني وهي هذه الوصفة وهي سهلة جدا. كل ما تقوم به هو أنك سوف تكتبين ما سأملي عليك الآن بالحرف. أول شيء سوف تقومين به هو تكتبين توكلوا يا خدام الحمر، الحمر بجلب فلان ابن فلانة إلى فلانة بنت فلانة. يعني تكتبين اسمك واسم اسمه واسم امي واسمك واسم امك. فلان بجلب فلان ابن فلانة، اذا لم يتوفر معك اسم امي سوف تكتبين في مكان اسم امي حواء، فلان ابن حواء، وثم اسمك واسم امك. توكل يا خدام الحمر بجلب فلان ابن فلانة الى فلانة بنت فلانة، ثم تعود الى السطر. بالنسبه لهذه الوصفه لا بد من تحسين وصف العمر، وفي القناه موجود كيفيه تحسين وصف العمر. في هذه الوصفه لا بد من تحسين وصف العمر قبل القيام بهذه الوصفة. ثم تكتبين جلبتك بالشفايف الحمرة، لا تخوني ولا تفكر تشوف في حواء ولا تجيب علي ضرة. جلبتك بالشفايف الحمرة، لا تخوني ولا تفكر تشوف في حواء ولا تجيب علي ضرة. يعني جلبتي بشفايفك الحمرة، لا يخونك ولا يفكر يشوف في حواء من غيرك ولا يفكر يجيب عليك ضرة. جلبتك بالشفايف الحمرة، لا تخوني ولا تفكر تشوف في حواء غيري ولا تجيب علي ضرة. ثم تعودين للسطر وتكتبين جلبتك وحياتك بدوني تصبح مرة، لا تعشق البيضاء ولا السمرة، أنا محبوبتك الأولى والآخرة والحرة. جلبتك وحياتك بدوني تصبح مرة، يعني جلبتي وحياته بدونك تصبح مرة، لا تعشق البيضاء ولا السمرة، ما يعشق ولا البيضاء ولا السمرة، أنا محبوبتك الأولى والآخرة والحرة. يعني أنت محبوبتي الأولى والآخرة والحرة، يعني لن ينظر لأي وحدة أخرى من غيرك، يعني سوف تربطي وتجلبي. يعني هذه الوصفة هي جلب وربط في نفس الوقت. جلبتك وحياتك بدوني تصبح مرة، لا تعشق البيضاء ولا السمرة، أنا محبوبتك الأولى والآخرة والحرة. ثم تعودين هنا للسطر وتقوم برسم طلسم هكذا من ثلاثة خانات، هكذا تقسمي هكذا إلى اثنين. ثم تكتبين هنا جلب. ثم الجلب هنا تكتبها بالعكس هنا، يعني هنا جيم، هنا لام، هنا باء، يعني بالعكس باء لام جيم هكذا. ثم تكتبين هنا اسمه واسم أمي، فلان ابن فلانة. ثم هنا تكتبين اسمك واسم أمك، فلانة بنت فلانة. هنا يعني تكتبين اسمك واسم أمك. ثم تأخذين أحمر الشفاء، قلنا في هذه الوصفة لا بد من تحسين وصف عمر. ثم تقومين بطريقة ترسم هكذا بأحمر الشفاء بالكامل، طريقة بأحمر الشفاء هكذا بالكامل. تقوم بطريقة الرسم هكذا. تقوم بطريقة الرسم هكذا بالكامل. ثم تقومين بطريقة الرسم هكذا.
بوينتي الطلسم هكذا، ثم تحتفظين به مباشرة في محفظة نقودك. محفظة نقودك في محفظة نقودك، إذا لم تكن لديك محفظة نقود يجب أن تشتريها، يجب أن تكون لديك محفظة نقودك لأنه يجب أن يكون معك دائما في جيبك. ومباشرة بعد تحتفظين به في محفظة نقودك سوف يهيج هذا الإنسان ويأتي ويطلب السماح ويعتذر وتعود المياه لمجاريها ويصبح خاتما في أصبعك. بهذه الوصفة سوف تجعلي خاتما في أصبعك ولن يستغني عنك أبدا. ولو إذا كان هذا الإنسان حبيبك سيأتي ويطلب السماح، إذا كان زوجك ستتغير معاملته كليا ويصبح خاتما في أصبعك. سوف يصبح ولو يذهب للعمل يأتي في المساء وكله شوق وحنين ومودة ومحبة. إذا كان هذا الإنسان طليقك بهذه الوصفة سوف تعود المياه المجرى وسوف يأتي لباب بيت أهلكم ويطلب السماح ويعتذر وتعود المياه المجرى. يعني سبحان الله وصفة معجزة وكل من جربتها تلاحظ النتيجة في مدة قصيرة. تحياتي لكم من الشيخ المغربي يونس، كالعادة من يريد أن يتواصل معي ويريد عمل خاص يترك لي رسالة في الواتساب الذي هو هذا والذي سوف تجدون أيضا في صندوق الوصف. ليس لدي أي رقم آخر، هذا هو رقم الوحيد، وليس لدي أي حساب على الفيسبوك، ليس لدي أي حساب على الفيسبوك مطلقا، لدي هذه القناة فقط. هناك حسابات في الفيسبوك مزيفة وليس أنا. تحياتي لكم، إلى فيديو قادم إن شاء الله.